سنعود. مركز المرأة والرجل للخصوبة والصحة الزوجية، عيادة الدكتور خالد العطيفي لعلاج تأخر الإنجاب باستخدام الحقن المجهري، أطفال الأنابيب، التلقيح الصناعي، علاج حالات الإجهاض المتكرر، جراحات أمراض النساء، إزالة الالتصاقات والأورام الليفية باستخدام المناظير. العيادة النسائية للطب وتجميل الأسنان دكتورة مها الطنطاوي. التبييض الدائم للأسنان، العيادة المتخصصة لأسنان الأطفال. التركيب التقويمي الشفاف، تركيب أحدث أنواع الأسنان الثابتة والمتحركة بدون معدن. مركز المرأة والرجل، 37 شارع الجيش، القاهرة. عدنا. شيء في دواخلنا له في النفس آثار، فهيا احكوا لنا الأحلام لنشرحها بأحلى كلام، فرؤيا الحق في الإسلام لها فعل وأقدار. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم بعد الفاصل. معايا اتصال حنة. معايا، السلام عليكم يا حنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك زمنا؟ ازيك يا حنة؟ الحمد لله على السلامة يا حنة. الله يسلمك يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ نورت البرنامج بصوتك الجميل يا حنة. الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. اتفضلي يا حنة. الله يبارك لك يا رب، الله يكرمك. الله يخليك يا حنة، اتفضلي يا حبيبتي. طيب انا عندي ثلاث احلام صغيرين، ممكن اقوله؟ قولي يا حبيبتي. طبعا اتفضلي. طيب انا اول حلم شفته ان كان في ثلاث كلاب، الثلاث كلاب دول ماسك كل واحدة انا وبنت عمي وواحدة ثانية بس مش فاكرة مين، كانت بنت عمي بس مش فاكرة مين. في كلب من ضمنهم مسك بنت عمي وقطع لها جسمها تقريبا من ناحية ايديها الشمال. فهي كده ما كان جاي في عربية، فراح حد فهم شالوها ودخلوها البيت. وانا الكلب الثاني كان جاي يعضني، فانا طلعت اجري منه وتقريبا مش فاكرة كان عضني ولا لا، ولقيت واحدة تانية ضرباني بالسكينة في ايدي، قطعت لي صوابعي. صوابعي دي زي ما يكون مقطعة. ده حلم. قطعت لك صوابعك وصابعك، يعني انت بقيتي من غير صوابع. طبعا انت يا حنة حلوة في الصلاة. بس كنت بتسحي في الصلاة يا حنة كتير وانت مش في مصر. ايه؟ كنت بتسرحي في الصلاة ياما. بسرح؟ وانت برا مصر. وصلت لك يا حنة؟ مش فاهم يعني ايه بسرح. سرحتي في الصلاة، سرحتي في الصلاة وكنت بتسرحي في الصلاة الفترات اللي فاتت، قطع صوابعك. طب بالنسبه للكلب العض بنت عمك؟ لا، الكلب العض بنت عمك، بنت عندك متصابه بمس. من المس. طيب اتفضلي يا حنة. تاني بنت عمي دي برضو شفتها ان هي كانت هي اصلا مخطوبه الايام اللي فاتت دي في العيد، فهي لقيت هي اصلا كانت مخطوبه، فلقيت حد ثاني جه خطبها بس الدبله بتاعته واقعه على صوابعها، فانا بقول لمرت عمي انت زي مرت عمي خلاها تسخطي وهي اصلا مخطوبه. قالت لي اللي هيبقى عايز يدخل الاول هنتجوزها له. يعني عاوز يتجوزها الاول هنجوزها له. بس كده؟ بس. ما بيحمدوش ربنا على اللي هم فيه يا حنة. ما بيحمدوش ربنا خالص على اللي هم فيه، فينا مرضى. فينا مرضى. طيب. في العيشه. طيب. اتفضلي يا حنة. ماشي. في حلم تاني. والدتي شافته، كان هي فيه هو شيخ، الشيخ ده هو اصلا شافته في الحلم بيكتب بايده الشمال، فهي بتقول انت بتكتب بايدك الشمال ليه؟ بيقول لها لا. فراح طلع ايده اليمين، لا زي ما يكون في كف ايده فيها، لا طلع ايده اليمين لا في كف ايده عظميه بارزه زي ما يكون فيها عيب خلقي. فيها عيب. وكتب بايده الشمال. طيب ظنها لو في حاجه وحشه من نعمه الشيخ في محله يا حنة. الشيخ شغله ما كانش مظبوط خالص، كان ماشي بالشمال عوج. مفهومة؟ من غير ما نوضح. ماشي ماشي بالشمال الأول طول عمره. بس والدتك ما تعرفش؟ طول عمره. طول عمره. ايه؟ هنتكلم برضو بعد الحلقة يا حنة. ماشي، شكرا لك جدا يا حنة. ظن في محله، ربنا يهدي الحال يا رب العالمين. هاخد رسالة معايا بسرعة.
في رساله بتقول حلمت اني واقفه على محطه القطر وكنت لابسه شبشب وشنطه زهره لونهم برتقالي، جاء القطر القطار ركبوا مش عارفه ايه، جاء القطار او القطر مش عارفه ركبوا اصحابي في العربه الاولى وانا استنيت قرب القطر هيطلع وركبت في العربه الاخيره وتركت الشبشب وذهبت لاصحابي ثم رجعت اخذته وكان متسخ وقلت لما اروح لاصحابي ابقى امسحه، وفي طريقي قابلت رجال بدقن ومنتقبات، ناس لابسه النقاب يعني. هو القطر فبيدل على الحياه، انك تبقي مستنيه اصحابك يركبوا فلسه انت امرك في الجواز او في الخلفه او في الفرحه لسه ما جاش، وعامه هي الحياه كلها افراح مش جواز وخلفه بس، وان الشبشب بتاعك ما يبقاش نضيف ورجعت تاني علشان تاخديه وتمسحيه وكان متسخ او عايزه تمسحيه، فبيدل ان في واحد متقدم لك ولكن مش واضح معاكي، وشفتي المركبين واللي هم بتقول، فالنقاب بيدل على الامور المستوره المفروض تتعرف اكتر من كده، واللي بدقن وكده فالدقن اللحيه الطويله عن الحد بيدل على الهم اللي موجود عندك، ربنا يفك عليك يا رب. الله اعلم. ام احلام سلام عليكم يا ام احلام. عليكم السلام يا شيخه. ازيك؟ والله ما انا الشيخه يا ام احلام. ماشي حضرتك. اتفضلي. انا حلمت ان انا كنت بحضر لحاجات مسافر بنتي وبحضر لها حاجات. فجت حماتها قالت لي كفايه عليها طبقين ملوخيه. دي رؤيه وبنتي بقى حلمت. يعني انت بتحضري الملوخيه لبنتك؟ طيب كويس. قلت لها كفايه عليها طبقين. اللي هي احلام؟ اي متجوزه؟ لا انا بس متجوزه. ربنا يا رب يديها رب العالمين، لان الملوخيه رزق، رزق وخلفه ومعيشه حلوه. وهي حلمت بقى ان انا كتفي اليمين هيتقطع، وبقينا نلف على مستشفيات كتير وعماله تعيط وبنتنقل من مستشفى لمستشفى. اللي هي انت ولا بنتك يا ام احلام؟ انت ولا بنتك؟ لا بنتي اللي حلمت بيا بقى انا. بنتي اللي كتفك، انت كتفك هيتقطع. بنتي حلمت ان امها جراحها واجعها قوي والدكتور طلب منها ان تقطع جراحها. وبقت نلف على المستشفيات لاخر ما وهي عماله تبكي وتعيط جامد قوي، لاخر ما رحنا مستشفى ثانيه وثالثه ورابعه قالوا لا خلاص الحمد لله ده حلم. وخلاص ما تقطعش؟ لا ما تقطعش. ربنا يسهل حاله يا رب العالمين. هو ايه اللي كان كتفها بيوجعها وكان هيتقطع؟ عندها اخوات بنات؟ ام احلام ربنا يصلح الحال، صله رحم طيبه كويسه بعد ما كانت هتتقطع، والله اعلم. هاخد هرجع اخد رسائل تاني معايا بسرعه. في رساله بتقول من الاستاذ يحيى حمدان من بني سويف، بيقول حلمت اني سافرت امريكا علشان اشتغل، ولما وصلتني السفينه الى امريكا نزلت منها ونظرت الى الماء فوجدت الماء ينقص في بحر امريكا حتى جف البحر وظهرت ارضيه البحر، بيدل على البلاء والفتنه والمجاعه في امريكا. طبعا محدش يصدق ان امريكا هتجوع، هتجوع ان شاء الله. مين معايا؟ حنان. سلام عليكم يا حنان. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله، ربنا يجعلك من ميزان حسيتك ان شاء الله. الله يخليك ويصلح لك حالك يا حنان يا رب. انا حضرتك عامله عمره في مولد النبي اللي فات، انا والدتي متوفيه عملت عمره ليا ولامي. الله ما تقبلها يا رب. امين يا رب العالمين. انا يعني انا في المدينه شفت رؤيا وفي المكه شفت رؤيا. بسم الله ما شاء الله. قولي لي يا حنان. انا في المدينه يعني صليت الفجر وبعد كده نمت، حلمت ان انا طايره في السماء ولابسه ابيض فابيض وجناحاتي عامله زي الفراشه. وطايره وبميل يمين وشمال. فانا قمت، انا بحسب نفسي ان انا يعني ايه ان انا متوفيه وانا في السماء، يعني انا ما كنتش حاسه ان انا بحلم مش عارفه. فقمت من النوم، فده دي الرؤيه اللي انا شفتها. الرؤيه اللي في مكه ان انا حلمت ان انا قاعده قدام الكعبه وطلع عدم قدام الكعبه وطلع ضوء اخضر من الكعبه على عينيا وبرده صحيت من النوم. بسم الله ما شاء الله عليك يا حنان. في حاجه سؤال تاني، انا والدتي متوفيه يعني كل ما اشوف لها رؤيا مثلا ايه مره بتاكلني رز ابيض بالمعلقه. يعني اي رؤيه اشوفها فيها ان هي بتديني حاجه. كده معناها تبقى مني حاجه ولا لا؟ يبقى انت اللي ناقصك، انت اللي ناقصك حاجه. انا اللي ناقصني حاجه؟ ممكن يكون ناقصك عريس. ايوه. خلاص يبقى هو العريس، هو ده الرز الابيض وهي بتاكله لك بالمعلقه، المعلقه دي الراجل. الرز الابيض حياتك، لان الرز بيبقى طايب هي حياتك وبتاكله لك، فهي يعني هي مش عايزه منك غير العريس، تعرفي تجيبي لها العريس؟ شكرا لك يا حنان وربنا يكرمك يا رب العالمين.
الحلم الاولاني بتاع حنان قبل ما نختم الحلقه بتاعتنا، اللون الابيض الشفاف وجناحات الفراشه واللون الاخضر اللي طالع، فرضا ربنا عليك وعمرك تقبلت، والله اعلم روحك شفافه وجميله جدا، ربنا يبارك لك يا حنان ويطول عمرك يا رب العالمين ويرحم اموات المسلمين اجمعين. طبعا لسه رسائل موجوده معايا كالعاده، باخد منها على قد ما اقدر، محدش يزعل مني خالص. حلقتنا بكره في نفس الميعاد من 7 ل 9 اكون موجوده معاكم. الخط الساخن انا ابتديت ان انا اخده بدري كمان، من الساعه 11 للساعه 5 انا ببدا ان انا اخده، بعد الحلقه بساعه بستقبل برضو تليفوناتكم. وفي نهايه حلقتي يا رب كل واحد عرفت ان انا اريحه او ابسطه شويه يكون ارتاح، احلامكم كلها جميله زي الفل، بس انا عايزه احلام اكتر وجميله، وعايزه نوم سعيد واحلام طيبه ان شاء الله، ربنا يكتبها عليكم يا رب العالمين، وكل واحد له امنيه ربنا يديها له يا رب. في نهايه حلقتي استودعكم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.